شكرا السيد النائب المحترم. المغرب تتوفر على شبكة سككية ديال 2200 كيلومتر من الخطوط، منها 200 كيف تعرفوا للخط الفائق السرعة. وبالطبع اليوم عندنا تجربة معترف بها دوليا في هذا القطاع، والمكتب الوطني للسكك الحديدية مكتب رائد بالنسبة للجهة، ولكن أيضا عالميا. بالطبع في إطار الدراسات اللي قام بها هذا المكتب هذا كاين مخطط جديد. هذا المخطط في المدى الطويل، هذا المخطط يهدف إلى 5100 كيلومتر، منها 1300 كيلومتر فائق السرعة، باش نربطوا 43 مدينة عوض 23 اللي مرتبطة اليوم، ونوفروا الخدمة لتقريبا 90% ديال الساكنة بدل 51% اليوم. الاستثمارات ديالو هائلة، حيث أنه تتفوق 400 مليار درهم. و يعني طبعا حنا تنعملوا باش نشوفوا كيفاش يعني نعبئوا الميزانيه باش نقدروا نسرعوا. شكرا السيد النائب المحترم. المغرب تتوفر على شبكه سككيه ديال 2200 كيلومتر من الخطوط، منها 200 كيف تعرفوا للخط الفائق السرعه. وبالطبع اليوم عندنا تجربة معترف بها دوليا في هذا القطاع، والمكتب الوطني للسكك الحديدية مكتب رائد بالنسبة للجهة، ولكن أيضا عالميا. بالطبع في إطار الدراسات اللي قام بها هذا المكتب هذا كاين مخطط جديد. هذا المخطط في المدى الطويل، هذا المخطط يهدف إلى 5100 كيلومتر، منها 1300 كيلومتر فائق السرعة، باش نربطوا 43 مدينة عوض 23 اللي مرتبطة اليوم، ونوفروا الخدمة لتقريبا 90% ديال الساكنة بدل 51% اليوم. الاستثمارات ديالو هائلة، حيث أنه تتفوق 400 مليار درهم. و يعني طبعا حنا تنعملوا باش نشوفوا كيفاش يعني نعبئوا الميزانية باش نقدروا نسرعوا.